أخذ الطبيب يحمل حفيده الذي فارق الحياة بين يديه. أما هذا الطبيب فغلبته الصدمة حين تعرف على جثمان ابنه في المستشفى. لحظات عصيبة يعيشها الأطباء في غزة، يعملون على مدار الساعة منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع قبل 13 يوماً. يعيشون أهوال تدفق آلاف الضحايا يومياً للمستشفيات، يحاولون مواساة الأطفال والكبار خلال عملهم، وفي العديد من الأحيان تكون عائلاتهم من بين هؤلاء الضحايا. وزيرة الصحة الفلسطينية أكدت أن مأساة الأطباء والفرق الصحية تتفاقم، خاصة مع اضطرارهم لاتباع أسلوب المفاضلة بين الجرحى حسب الحالات الأكثر حرجاً بسبب نقص المعدات الطبية والأدوات اللازمة للعلاج، حيث أن نقص الإمدادات الطبية الأساسية ومنع إدخالها ونفاذ المخزون للمستلزمات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية، وهذا أدى إلى اتباع أسلوب المفاضلة في العلاج. ورغم طلب إسرائيل من عشرات المستشفيات الإخلاء شمال القطاع، إلا أن الأطباء فيها رفضوا، مؤكدين أنهم لن يغادروا لأن هذا يعرض حياة مرضاهم للخطر.